هذا ويعتبر مركز محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب من أحدث مراكز علاج القلب في المنطقة، وأحد أهم المشاريع الحيوية الطبية الجديدة في مملكة البحرين بإشراف وتنفيذ من قوة دفاع البحرين. من مخططات على الخرائط ووضع حجر الأساس إلى واقع ملموس تمثل بافتتاح المبنى الجديد لمركز محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب، وكل ذلك بفضل الرعاية الدائمة والتوجيهات السديدة من لدن جلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، والمتابعة الحثيثة من قبل سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. أصبحت المنظومات الطبية في قوة دفاع البحرين تزخر بأحدث المتطلبات العلاجية عالية الجودة وفقا للمعايير العالمية. السنوات الأخيرة الحمد لله طورنا ككادر فني وكأجهزة متطورة، أحدث الأجهزة المتوفرة عندنا. في السابق كان معملين قسطرة، وحاليا بيكون 4 معامل قسطرة وواحد معمل هجين. العمليات كان عندنا غرفة عمليات واحدة، حين عندنا غرفتين. بالنسبة للأجهزة الحديثة عندنا آخر وأحدث الأجهزة في قسطرة القلب وفي العمليات، مع تطور عندنا من كل الأجهزة الحديثة حق العمليات التداخلية. ابتدينا نسوي عمليات تغيير الصمام عن طريق القسطرة، وعلاج ارتجاع الصمام الميترالي عن طريق القسطرة، نتفادى العمليات ومشاكل العمليات تحمل العمليات. وبإشراف وتنفيذ من قوة دفاع البحرين افتتح المبنى الجديد لمركز محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب، والذي يعد من أحدث مراكز علاج القلب في المنطقة وأحد أهم المشاريع الحيوية الطبية الجديدة في مملكة البحرين، وكل ذلك يأتي دعما لأهداف الرؤية الاقتصادية 2030 وتعزيزا لجهود التنمية المستدامة بتقديم رعاية صحية فائقة الجودة والمستوى تنسجم مع المعايير الدولية والمستويات العالمية. في العهد الزوار جلالة الملك والرؤية المستقبلية سموه ولي العهد رئيس الوزراء، نرى هذا المشروع الإنساني الضخم المتطور تكنولوجيا بكوادر بحرينية عالية المستوى. نحن فخورين كبحرينيين بهذا المشروع الإنساني الذي سيرقى بمستوى الخدمات المحلية مملكة البحرين. يتكون المشروع من مبنى رئيسي وسبع مباني داعمة. المباني الداعمة تتكون من المطبخ الرئيسي والمستودع الرئيسي، ومبنيين للخدمات الرئيسية الفنية، ومبنى للخدمات المساندة، ومبنى لمركز المعلومات. أكملنا في هذا المشروع 11 مليون ساعة عمل، والحمد لله من غير إصابات تذكر. صمم المركز على أسس الاستدامة ومطابقا للمعايير العالمية والصحية. مديرية الأشغال العسكرية أخذت على عاتقها بتوجيهات من صاحب المعالي المشير القائد العام لقوى الدفاع البحرين على تقديم أحد المشاريع النوعية، وهو مركز محمد بن خليفة تخصص القلب في عوالي. المشروع الهدف من المشروع كان تقديم مستشفى على الطراز الحديث يدمج فن العمارة الحديث وأحدث ما توصلت له التكنولوجيا في مجالات الأجهزة الطبية والمعدات والأنظمة المتفوقة عالميا. أضاف المشروع أيضا الذكاء الاصطناعي في الكثير من أنظمته لضمان الآلية يعني آلية التسليم والكفاءة والسرعة، بالإضافة إلى التنسيق. ويمثل افتتاح المبنى الجديد لمركز محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب إنجازا جديدا في المجال الطبي، يضاف إلى إنجازات مملكة البحرين المتلاحقة في العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى، وهو الأمر الذي يعزز موقع مملكة البحرين في الشأن الصحي. كما ويأتي افتتاح المبنى الجديد للمركز تزامنا مع ذكرى تأسيس قوة دفاع البحرين في 5 فبراير من كل عام، ليمثل قيمة مضافة ورؤية واعدة للخدمات الصحية والعلاجية في مملكة البحرين، ومنارة تجسد التطور الفعال والمستمر لتلك المنظومات الطبية المتقدمة في المنطقة. تقديم رعاية صحية فائقة الجودة والمستوى سيقدمها مركز محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب، وذلك حفاظا على مبدأ التنافسية والاستدامة. فيصل حسين لمركز الأخبار.
تلفزيون البحرين.